مرحبا. بين الصيف السهر والنشاطات على أنواعها، بيروت مليانة حياة. مشان هيك افتتحت محلات باندورا محل مجوهرات لإلها داخل مجمع الأباسية الأشرفية، وتميزت المجموعة بتصاميم فريدة فيها الكثير من الإبداع. أعلنت شركة لوكجري سيلكشنز الموزع الرسمي لمجوهرات باندورا بلبنان عن افتتاح أول متجر ببيروت أباسية أشرفية. وتعتبر باندورا، وهي شركة أنشئت بالدنمارك، علامة رائدة حول العالم ومعروفة بتصنيع أساور فريدة من نوعها، حيث يمكن تصنيعها على الطلب عبر إضافة مجموعة من الأشكال الرائعة المصنعة يدويا من الذهب 14 إيراد والفضة. ولهالمناسبة عقدت شركة لوكجري سيلكشنز لقاء إعلامي تبعه حفل غدا بحضور عدد كبير من الشخصيات. We're very proud to be able to open today with our partners from Lebanon, so and with a very nice location in ABC, so it's fantastic to be able to showcase our products in Lebanon also now. What's so special about Pandora? Well, Pandora is a concept with a bracelet, and the bracelet is the main part of Pandora, and it's a product where you collect charms on a bracelet. So you very often come to the shop and have a talk with the girls in the shop about the different charms and the meanings of them. So yeah. جبران خليل جبران، أجراس الثورة وأعراس الحرية، عنوان الكتاب يلي وقعته الدكتورة ريما نجم خلال حفل بقصر اليونسكو ببيروت ضمن حضور فعاليات سياسية وإعلامية كتيرة. احتفلت الإعلامية الدكتورة ريما نجم برجاني بإطلاق كتابها الجديد جبران خليل جبران أجراس الثورة وأعراس الحرية بحضور عدد كبير من الشخصيات، وذلك بقصر اليونسكو ببيروت. كتاب جبران خليل جبران أجراس الثورة وأعراس الحرية كتاب غني جدا، وبعتقد أنه العنوان يرشح وينضح بما يحتوي الكتاب من أبعاد فكرية وفلسفية ووطنية وسياسية واجتماعية ودينية أيضا. الكتاب أخذ أصداء كتير، وطبعا استغرق الكثير والمديد من الوقت حتى أنجز وأخذ شكله النهائي. كتاب كتير مهم، وبتمنى أنه يلاقي الأصداء الطيبة لدى القارئ.
دقائق صغيرة مع الإعلان وبنرجع معكم مع أجندة، ما تروحوا لبعيد. خلال حفل بالكيدز موندو بالبيال، قامت شركة بيكون بتوزيع جوائز لمجموعة من طلاب المدارس يلي قدموا مشاريع بيئية بتساهم بتطور المجتمع وحمل عنوان Happiness Heroes. للسنة الثالثة على التوالي اجتمع أكثر من 1000 طالب من كافة أنحاء لبنان للاحتفال بالنجاحات البطولية لمبادرة أبطال السعادة السنوية بالحفل الختامي لهالعام. تم تنظيم هالحدث بكيدز موندو ببيروت، هالمدينة المخصصة للأطفال يلي بتجمع بين التعليم والترفيه، وذلك لتكريم الإنجازات المتميزة يلي حققها أبطال هالعام، حيث تم توزيع جوائز للفائزين. شوي قلت لهم يا ريت البلد منظم مثلهم، ويا ريت البلد عنده حلم مثل اللي عندهم اياه. في ابطال سعاده وفي اصحاب سعاده. اصحاب السعاده عم يفرجونا صوره ما كثير حلوه عن البلد هاليومين، ابطال السعاده عم يفرجونا مستقبل ان شاء الله يكون احسن. بحب اقول من خلال هالمناسبه انه اكبر شرف لي كون بهالمبادره اللي قاموا فيها اليوم، لان عم بيعملوا شغل ما بينوصف حقيقه. انا بهمني ليو برنات وبهني اركانسيال وبيكون، لان يلي عم بيعملوا شفتي انت، شفتي مع هالتلاميذ وهالتلاميذ عم بيعملوا. انا حابه شي مره تواكبونا وتشوفوا قديش شاطرين وقديش هالتلاميذ عم يتجاوبوا معنا وكيف عم بيعملوا اشياء حقيقه مدهشه، كله بالحق للانساني. يعني اليوم بالفعل منظر بشجع، منظر ما فيني اوصفه، قلبي كثير فرحان نشوف هالتلاميذ وهالولاد متحدين بجو انه نحن عايشين بلبنان الكل مفترق. نحن بنشكر القيمة على المشروع هالبرنامج لانه جعلهم من تلامذة لبنان تلامذة موحدين، وجعلوهم بطريقة اللي هو الهدف من البرنامج انه يكون برنامج ترفيهي تربوي يهدف إلى تعزيز المواطنة عند التلميذ. Happiness Hero هو بروجي بلش من 3 سنين وهدفه كان التنمية البيئية والسوسيال للأولاد، ومثل ما شفتي الإمباكت عم بيكون كتير كبير لأكثر من 1500 ولد على بكافة المناطق اللبنانية. هودي الأولاد عم بيربوا بحس المسؤولية تجاه وطنهم وتجاه خيهم الإنسان، وياريت فينا نعمل كل ولد بلبنان بطل سعادة. مجموعة من اللوحات الحلوة زينت جاليري سيرفاس ليبر بجلديب للفنان زهراب يلي مثل العادة كانت أعماله غنية بالصور والألوان. The Singer and the Song هو عنوان المعرض الجديد يلي قدمه الفنان زهراب بجاليري سيرفاس ليب جل الديب، والتحول الأبرز لزهراب بمعرضه الجديد بيكمون باللون يلي غلب بلوحات كثيرة.
احتفلت سفارة الباراغواي ببيروت بعيد الوطن بالكورال بيتش ويلي ضم حشد دبلوماسي كبير. كل التفاصيل بهالتقرير. أقام سعادة سفير جمهورية الباراغواي بلبنان حسن خليل ضيا وعقيلته حفل استقبال بفندق الكورال بيتش لمناسبة ذكرى إعلان استقلال بلاده بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية الدبلوماسية والاجتماعية. وأكد سعادة السفير حسن ضيا أن جمهورية الباراغواي تسعى بقوة لبناء أفضل العلاقات مع العالم العربي وخصوصا مع لبنان وعلى كل المستويات وبمختلف المجالات. يعني طبيعي البرغواي بلد فيها انتشار لبناني كثيف، وهي على حدود البرازيل، ومعظم اللبنانيين حتى المقيمين في البرازيل عندهم علاقات تجارية وعندهم وجود تجاري بدولة البرغواي. بالتأكيد هذه الدولة قدمت كل التسهيلات اللازمة للبنانيين، حريصة على علاقات جيدة مع اللبنانيين المقيمين على أراضيها أو المقيمين بالبرازيل، واللبنانيين هونيك مرتاحين جدا لإداء الدولة والحكومة البرغواية وتربطهم علاقة أصبحت بالبلد يعتبروها بلدهم تاني. وأنا تسنالي أن يزور البرغواي عدة مرات والتقي باللبنانيين هونيك، ووضعهم مريح جدا في هذه الدولة، ومتأمل أنه تستمر العلاقات الطيبة بين لبنان وبين البرغواي لما في مصلحة لبنان والبرغواي. بهالمناسبة نحن أكيد منهني دولة باراغواي ومنهني الأمباسادور ديا، صديق عزيز على قلوبنا، ونحن يعني الباراغواي بنعتبرها بلد محبب كتير للبنانيين. أول شيء بنحب نتمنى للبنان السلام والصحة دائما، وبأنه لبنان يرجع زهرة الشرق والمنارة اللي دايما تعودنا من خلالها نشوف ويكون عندنا رؤية لبقية العالم. فنتمنى للبنان دايما العافية، ولبنان كبير بأهله، غني بأصحابه، وشامخ بأرزه اللي هي شروشه مغروزة بأرواح وعروب وقلوب مواطنيه. بدي أتمنى السلام لكل البلاد العربية للي عم بمر فيها اليوم، ويعيشوا شوي اللي الباراغواي والدول اللاتينية عم بتعيشها اللي هي الديمقراطية الحقيقية بكل معنى الكلمة. شعب عايش مع بعضه من كل الأديان من كل المذاهب وعايشين بسلام، وهذا اللي بتمنيه لبلدي. فهيدي رسالة بحب وجهها من قلبي للبنان. حقيقة الباراغواي أول شيء يعني محظوظة أنه عندها سفير مرتب هون بيعرف لبنان وله علاقات وجذور وتاريخ بلبنان. وأنا كان من حظي أنه زرت الباراغواي يعني لما كنت بالبرازيل سفير بالبرازيل. الحقيقة بلد كتير حلو، شعب طيب. بدي أول شيء هني زميلنا الحبيب سعد سفير حسن وحرمه، وايضا شعب باراغواي العزيز، وانا سعيد انه شاركوا في هذه المناسبه السعيده في لبنان. باراغواي بلد مهم وله مستقبل ان شاء الله اقتصادي، وهناك جهود ايضا لتنميه العلاقات ما بين المملكه وباراغواي. بريك صغير ونرجع منتابع سوا أجندا، خليكن معنا.
من بعد ما تم افتتاح صالة فوكس جولد المميزة ببيروت سيتي سنتر، تم مؤخرا افتتاح فوكس سينماز يلي بتضم واحدة من أكبر الشاشات بالشرق الأوسط. الحضور كان غني ومحبي الشاشة الكبيرة استمتعوا بالعرض. عشاق السينما اللبنانية على موعد مع تجربة سينمائية راقية مع وصول صالة العرض الأكثر ابتكاراً بالمنطقة فوكس سينماز لبيروت. فقد تم افتتاح من خلال حفل كبير فوكس سينماز التابعة لمجموعة ماجد الفطيم للمشاريع، أكبر وأحدث دار سينما بمجمع بيروت سيتي سنتر، حيث بتضم فوكس سينماز 15 شاشة عرض، 9 منها مجهزة لعرض الأفلام ثلاثية الأبعاد، وأربع قاعات فخمة فوكس جولد، وأكبر شاشة عرض ببيروت فوكس ماكس يلي بيبلغ طولها 20 متر. اليوم الاوبننج بارتي تبع فوكس سينماز بلبنان، وير لانشينج اكبر صاله بلبنان مع اكبر اكران بتساوي 455 شخص، ومسابه انه كمان اليوم الافان بريمير تبع فاست اند فيوريوس بقى كمان عاملينه عنا هون، مش هيك بتشوفوا شويه ديكور ورانا هو السيارات و... طب ليه هالقد مهتمين بالموضوع؟ يعني انه اليوم بيج بارتي لفوكس. It's a special party la Vox. I know we're launching Vox لأول مرة بلبنان نحن. We're launching أكبر screen بلبنان. وهيدا أول فانيو لVox Cinemas برات الإمارات. مش هناك شوي عاملين على الميديا و VIP only وبس only by invites. يعني بس العالم المعزومة لحق تكون هون معنا الليلة. طب باتريك إذا بدنا نحكي عن هالشاشة الكبيرة اللي موجودة ما بعرف بلبنان وبالشرق الأوسط ولا بس بلبنان وشو ميزتها يعني؟ هيدي أكبر شاشة، it's a new technology. أكبر شاشة قياسها 20 متر ب 12 متر، فيها 3D تبعها، it's a new technology ب 3D. عندنا double projection يعني الصورة بتاخذيها أنقى وأقوى. وهلا بتشوفوا بتحضر الفيلم جوا وبتشوفوا الفرق. أخيراً للسهر بلبنان صار في عنوان جديد مع افتتاح روف توب لوغري بوسط بيروت، سهرة وأجواء حلوة بالهواء الطلق. الافتتاح كان حالم والأجواء أكثر من ساحرة. بلش الصيف وبلشت الحفلات والمناسبات الراقية والمميزة، حيث دعا فندق لوغري وسط بيروت لحفلة افتتاح الروف توب المميز يلي بيطل على كل بيروت بحضور عدد كبير من الشخصيات يلي أبدوا أعجابهم بالمكان والمنظر الرائع والخدمة الممتازة. اليوم عم نفتتح موسم الصيف لأنه بالعادة هيدا الفينيو تشيري أون ذا روف توب بيكون فاتح خلال كل السنة، بس التراس برا اللي حد البيسين بتكون مسكره، فنحن اليوم عم نحتفل بافتتاحها للصيف، واكيد عزمنا كل الناس اللي معودين على تشيري اون ذا روف توب واللي بحبوه، والناس اللي مثلكم عندنا كل الميديا اللي على طول they support us بكل شيء. ثانك يو زينة، نحن كثير مبسوطين تكوني معنا اليوم عشيه. مثل ما شفتي كثير مبسوطين انه قدرنا نفتتح فاينلي صيفيه، ونحن متفائلين انه تكون صيفيه حلوه هالسنه. ومثل ما شفتي فتحنا الروف توب تبعنا اللي اسمه تشيري اون ذا روف توب،
بنستضيف كتير اوقات ايفنتس بتشاري ان كان بنهار اما بالليل، وكمان عنا انديجو اون ذا روف اللي هو المطعم الاساسي تبع الاوتيل اللي موجود بطابق السادس كمان، وعنده ترس كتير كبيره والناس بينبسطوا فيه لانه فيك تقعدي برا بين خضار وما بتحس حالك انك انفاك ببيروت والعجقه وبعيده عن السيارات والزمامير واتسترا. لهون منوصل لختام حلقتنا لليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعية الفنية والثقافية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lv. أنا زينة جنبي بودعكم وبقلكم باي.